اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحه تكمل العربيه. اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه التعليميه اللي تعودتوا انه بتكون بعد الظهر جلسه تعليميه ونمر عليها او منفسر بعض المؤشرات او استراتيجيات التداول اللي بنستعملها بشكل يومي على التحاليل التقنيه. معكم المحلل التقني جوزيف ظهريه. بهذه الجلسه رح اشرح انواع المراحل الافقيه اللي ممكن خلينا نقول تشهدوا عليها على الرسوم البيانيه، وطبعا باستعمال خلينا نقول التحاليل التقنيه بعض الشيء، وطبعا كرمال نقدر نعرف الموجات، الفرق بين الموجات الاندفاعيه والموجات الافقيه. طبعا الاسواق الماليه بشكل عام، طبعا الارباح اللي لازم نعملها من الموجات الاندفاعيه، خلينا نقول الموجات الصاعده او الموجات الهابطه، ولكن المراحل الافقيه اللي بيدخل فيها السوق، اذا نحن عارفين خلينا نقول نوعيه هذه المراحل الافقيه، ممكن بشكل او اخر نقدر نحدد الاتجاه المقبل او الاتجاه اللي ممكن يحصل من وراء هذه المرحله او التذبذب الافقي اللي حصلنا عليه. يعني على سبيل المثال اللي عم جرب اشرح لكم اياه انا، اذا في حال نحن بشكل او اخر كان عندنا خلينا نقول اتجاه عام واضح، يعني عم نتكلم على اتجاه عام خلينا نقول هابط بشكل عام، من وراء الاتجاه العام الهابط دخلنا بمرحله افقيه اللي هي على سبيل المثال هذه المرحله الافقيه، شاهدنا خلينا نقول تقلبات ارتفاعات وانخفاضات بمرحله تسمى خلينا نقول مرحلة أو تذبذب أفقي. بهذه الحالة هون عندي هذه المنطقة اللي هي فيها دعم ومقاومة، ولكن بشكل جالس خلينا نقول، أو بشكل نفق ولكن جالس طبعا، ولكن بهذه الحالة الاختراق ممكن يكون بشكل أو آخر من حيالله ميل، يعني على سبيل المثال من وراء اتجاه هابط اللي عم ندخل فيه، ممكن بهذه المرحلة الأفقية أو بهذا الشكل، خلينا ناخذ أشكال أو باترنز للمراحل الأفقية، هذا الشكل ممكن يعطيني اختراق إلى الأعلى طبعا لنكف اتجاه الصاعد، وممكن يعطينا ايضا اختراق من ميل التحت اللي هو بكف اتجاه الهابط بشكل او اخر. فبهذه الحاله ممكن يخترق السوق حيالله ميلي ان كان الاتجاه الصاعد او اتجاه الهابط بشكل عام. فهذا هو الباترن، اول باترن اللي هو راح اشرح لكم اياه، اللي هو المرحله الافقيه اللي بندخل فيها من وراء اتجاه عام هابط او صاعد بشكل او اخر، يعني عم بتكلم على انا خلينا نقول نفس التحليل اللي هو اتجاه عام صاعد، ولكن دخلنا بمرحله افقيه على هذا الشكل. خلينا نجلس بس الباترنز يكونوا بشكل جالسين على هذا الشكل، ساعتها نتوقع انه ممكن السوق يخترق من ميلة تحت يكفي اتجاه الهابط، او حتى من ميلة فوق اللي هي طبعا اتجاه الصاعد، فبهذه الحالة طبعا بكف اتجاه الصاعد، لكن هذه المرحلة أو هذا الباترن بيعطيني إشارة على إنه اختراق من حيالله ميلة من الميلتين ممكن تكون واردة عندي بالنسبة للمرحلة الأفقية. إنما بالنسبة للمراحل الأخرى أو للأشكال الأخرى، على سبيل المثال عم بتكلم على بانند، يعني إذا في حال عم نرتفع بأسواق المال فجأة وصلنا لارتفاع معين ودخلنا بمرحلة خلينا نقول أفقية، ولكن هذه المرحلة الأفقية أو التذبذب الأفقي خلينا نقول ميل على شكل مثلث، ولكن هذا المثلث ميل على ارتفاع، عم نشهد السوق عم بيعمل ارتفاعات أعلى من بعضها البعض، ولكن على شكل مثلث واضح أنه طبعا مثلث ميل على ارتفاع. فبهذه الحالة المرحلة اللي نتوقع أنه ممكن تكون أو تلي هذا المثلث هي الاتجاه الهابط، اتفقنا؟ لكن الرايزنج باترن او المثلث الميل على ارتفاع من وراء ارتفاع باسواق المال، نتوقع خلينا نقول اتجاه عام هابط عن جديد وانخفاض بالاسواق المال. فبهذه الحاله نتوقع هون انه ممكن يكون عندي خلينا نقول باترن او اشاره انعكاسيه من وراء اتجاه واضح انه صاعد، نتوقع انخفاض لاسواق المال. هذا بالنسبه للمثلث الميل على ارتفاع. انا ما المثلث الميل على انخفاض، العكس صحيح طبعا، عم نتكلم على انخفاض باسواق المال اتجاه عام هابط، فجاه دخل السوق بمثلث ميل على انخفاض، دخلنا بمرحلة أفقية ميلة على انخفاض، فبهذه الحالة هذا المثلث بيعطيني إشارة إيجابية على أنه الأسواق المال طبعا أو السلعة أو العمل المعين رح تخترق إلى الأعلى. فبهذه الحالة صرنا عارفين نحن أربع أنماط، عفوا نمطين، ولكن بالاتجاه الهابط والصاعد أيضا يعتبر يعني نمطين أو نمط واحد. فبهذه الحالة أصبح عندي المرحلة الأفقية بشكل أو آخر اللي هي طبعا ما عندها خلينا نقول اتجاه واضح أو إشارة انعكاسية، اللي هي هذه المرحلة الأفقية ممكن يخترق السوق فيها بحيالله خلينا نقول اتجاه عندي، لكن الرايزنج وجه أو المثلث ميل على ارتفاع والمثلث ميل على انخفاض، بهذه الحالة نتوقع إشارة انعكاسية إلى طبعا باتجاه الهابط وهون بالاتجاه الصاعد. هلأ عندي من وراء البانل عندي مرحلة أفقية ميلة على ارتفاع، ولكن ليست بشكل مثلث،
إنما بشكل نفق ميل على ارتفاع. يعني شو يعني؟ عم بتكلم أنا عن اتجاه صاعد واضح، فجأة ارتفعنا بالسوق ودخلنا بمرحلة أفقية. خلينا نقول ليش نسمي هالمرحلة الأفقية؟ لأنه ما عندي اتجاه أو زخم الارتفاع واضح فيها. فنتوقع هوني أنه عندي two parallel lines، خطين متوازيين بشكل مرتفع أو نفق ميل على الارتفاع، ولكن عندي تقلبات ضمن هذا النفق. نتوقع الاختراق يجي من ميلة فوق اللي هي اتجاه الصعد أو يكمل اتجاه الصعد. بكون هذه الحالة خلينا نقول مرحلة أفقية عم بصحح فيها حال السوق ليكفي اتجاه الصعد بشكل أو آخر. أوكي، وعندي نفس السيناريو طبعا بالاتجاه الهابط. إذا في حال عندي اتجاه هابط واضح خلينا نقول، ودخلنا بمرحلة أفقية بهذا الشكل ميلة على انخفاض اللي هي طبعا عندي كم مكعان أو طبعا بعض البعض، نتوقع الاختراق يجي ميلة تحت ونكف اتجاه الهابط على المدى الطويل. فطبعا اللي عم جرب لكم هي أنا انه النماط او الاشكال اللي ممكن تتوقعوها بالمراحل الافقية ممكن طبعا ناخذ اشارة من اسواق المال. يعني على سبيل المثال خلينا ناخذ خلينا نقول مثل، يعني المرحلة الافقية طبعا اللي عم نتكلم عليها على سبيل المثال بهذا الشكل هوني، هذا الشكل الأفقي خلينا نقول لي ما ممكن نحدد اختراق معين أو اتجاه اختراق معين. بكل بساطة ممكن ننتظر، خلينا نحط على رسم بين الشهر على سبيل المثال. بكل بساطة أنا بدي جرب فرجيكم المراحل الأفقية بغض النظر عن تايم فريم. أوكي، ارتفاع واضح، دخلنا بمرحلة أفقية خلينا نقول على هذا الشكل، نتوقع اختراق إلى الأعلى. اتفقنا؟ لكن هيدي نمط من الأنماط اللي فسرناها. إذا ما ندخل على نمط الرسم بين اليومي ونحدد خلينا نقول يورو جي بي بي أو المركز اللي دخلنا فيه، اتجاه هابط، دخلنا بمرحلة أو بتو parallel lines ميلين خلينا نقول على انخفاض أو نفق ميل على انخفاض، نتوقع تكملة اتجاه. فبهذه الحالة كنت قلت لكم أنا إذا في حال عندي سوق هابط دخلنا بمرحلة على هذا الشكل نفق ميل على انخفاض، نتوقع تكملة اتجاه بالاتجاه الهابط. فبهذه الحالة عندي هذا الاتجاه ونتوقع انخفاض السوق بالاتجاه الهابط. انما خلينا ندخل على الدولارين، بما انه هو من العملات الاكثر اللي بتسجل خلينا نقول اشكال وانماط اذا بدكم افقية، لانه الدولارين على طول بيطول كرمال ليقدر يخترق مرحلة من المراحل المعينة. على سبيل المثال هون عندي خلينا نقول مرحلة واضحة على انه كان عندي ارتفاع، مرحلة افقية تم اختراق الى الاعلى، جان دخلنا بشكل مثلث، المثلث تم اختراقه الى الاعلى، مرحله افقيه واضحه اللي هي بنفق ميل على انخفاض، نتوقع خلينا نقول تكمله اتجاه او بول فلاج، وكفينا اتجاه الهابط. هون عندي اتجاه خلينا نقول مرحله افقيه ولكن ما عندي اذا بدكم اتجاه واضح، فتم اختراقه ميل تحت ومنكف على سبيل المثال هذا الموضوع على نفس اذا بدكم السيناريوهات المفترضه. لكن بالنسبه للمراحل الافقيه نحن عم نجرب نفسر لكم انه في حال قدرتوا تحددوا المرحله الافقيه اللي عم تدخلوا فيها، ممكن انه نعرف الاتجاه المقبل او الاتجاه اللي ممكن يحصل عنا من وراء خلينا نقول مرحله افقيه او منطقه تذبذب افقيه واضحه. فبهذه الحاله هذه جلسه تعليميه اللي كنت حابب مر عليها، انه انا اعطيكم اذا بدكم اشاره واضحه على انه كيفيه استعمال او كيفيه تحديد الاتجاهات الواضحة اللي ممكن نحصل عليها من وراء المراحل الأفقية. بدي أقول لكم بس إنه المركز اللي ابتدينا نحن اللي دخلنا فيه أو مركز الاستثمار ابتدى بالأرباح. للأشخاص اللي عم بتابعوا هذا المركز اللي دخلنا فيه على اليورو جي بي بي على كروس اليورو استرليني، زوج اليورو مقابل استرليني، ونتوقع ضعف لهذا الزوج، عم نشهد خلينا نقول ابتدينا بالأرباح، عم نشهد تراجع لا او سيطره الشموع الحمراء على الرسم البياني، سيطره فريق الدبب على هذا الرسم البياني. نتوقع نكون بدنا نبتدي موجه رقم 3 اللي هي الحاده، وطبعا الموجه الاندفاعيه لنستهدف مستويات 0.85، انخفاض 300 نقطه من هذه المستويات، ووقف خساره طبعا مثل ما حددنا عند 0.89-30. لكل الاشخاص اللي عم بتابعوا طبعا هذا المركز وداخلين معي فيه، بتمنى منكم طبعا تكونوا ما عم بتعدلوا بنقاط او وقف الخسارة او تحديد الربح. لازم ننسى انه هذا المركز موجود، هذا استثمار على المدى الوسط، وان شاء الله تكونوا طبعا يعني بالتوفيق يعني لكم اكيد معنا بهذا المركز وفرصة الاستثمار. كما كل محل تكن جزاف ظهرية من شركة تكمل، الى اللقاء.